الذين تعمدوا اخذ البطاقه الصفراء في مباراه الكوكب المراكشي، وبالتالي جمع الانذارات حتى مع عصام الراقي وكذلك الزوير واليميق، الغياب في المباراه السابقه. اعتقد ان فاخر ربما اساء التقدير عندما فكر في حضور هؤلاء اللاعبين في الديربي ولم يفكر في مباراه اولمبيك خريبكا التي خسر فيها ثلاث نقاط كامله. سمير القزاز امامنا على الصوره، والحكم الذي سيتكلف بقياده هذا الديربي. طبعا الجميع اعتقد بان ابو شعيب الاحرج اوروبا ما حتى الحكم رضوان اجيد، ولكن ايضا مهم جدا التنويع على مستوى اختيار حكام الديربي. سمير القزاز بالفعل هنا يطلق الصافره ايدانا بانطلاق هذا الديربي رقم 122 لمن سيؤول. الوداد في حال الانتصار سيقترب اكثر من لقب الدوري المغربي التاسع عشر له في مسيرته، بالمقابل الرجاء البيضاوي انتصار اليوم يمشي للركنيه الاولى لفائده الرجاء البيضاوي. يتقدم عبد الاله الحافظي لتنفيذ الركنيه، هنا اول مرور وانسلال من جانب الطير الايسر، هنا عبد الجليل اجبيره بينما تنفذ ركنيه سريعه خطيره. الرجال يسجل، كاد الاخضر ان يفعلها في الدقيقة الرابعة. هنا قذيفة ترسل بهذا الشكل، نصاري بعيدة بالراس، اوه على الطاير جميلة، على الطاير جميلة، مرت جانبية هنا بمحادثة القائمة الايمن. الكونفدرالية، كأس الاتحاد الافريقي، وكذلك لقب كأس العرش. الجماهير لا زالت تنتظر أداء أفضل ولا زالت تنتظر الهدف، ربما هدف في هذا الديربي قد يشعل الدقائق القادمة وقد يجعل المشاهد فعلا إثارة أكبر. الوداد ناور عن طريق لاعب أوناجم من الجهة اليمنى، هذه من أبرز الفترات في هذا الديربي حتى الآن. أوناجم في الجهة اليمنى، لا ننسى بأن هناك فرصة وحيدة حتى الآن كانت من جانب نادي الرجاء في الدقائق الأولى، في الدقيقة من عمر المباراة. تجبيرة يلعب كرة للحافظي، لاحظوا المساحات غير موجودة تماما بالنسبة لنادي الرجاء البيضاوي. سعد اللمطي، سعد اللمطي، اوه قنطرة صغيرة، هذا ما ينتهي تفوق معنوي لما تعمل قنطرة بهذا الشكل كما جاءت في اللقطة الماضية. الجمهور يتفاعل معه، خطأ على مستوى التمرير والعقاب قد يأتي من جانب الوداد. هجمة سريعة، بن شرقي، جيبور، جيبور، جيبور يتردد بعض الشيء، جيبور ما جابش، جيبور ما سجلش، الدفاع يتدخل. شوف جيبور وجد صعوبة في ترويض الكرة، وجد صعوبة في قف الكرة، تجي تسديدة والدفاع بالمرصاد يبعد الكرة إلى ركنية ثالثة لفريق الوداد البيضاوي بعد خطأ فادح في التمرير. أوناجم يسعد لتنفيذ الركنية، الحمرة ما تعياش، باقي ما قنعناش، باقي ما قنعناش، وإن شاء الله جوج نجمات. الوداد يثور، الوداد يثور على طريقة المدافعين الكبار، كيلين الوداد، راموس الوداد، كيلين الوداد، راموس الوداد، حتى ارتقاء ممتاز. ومعلش يا ناس، معلش يا ناس، اتى من الشباك امام كيلسينغ متقدم، وايضا خلق كثافه عدديه في الوسط، لان الوداد يعرف تماما ان قوه الرجاء البيضاوي تكمن بالاساس في الوسط. وعندما اقول الوسط هنا لما مابيدي وكذلك عصام الراقي، بوطيب عرضيه، نصير بالفعل، نصير، شوف اين يتواجد نصير، هنا يساند السنغالي مرتضى فال، وبالتالي ركنية في هذه اللحظات، ركنية رجوية أخرى
هل تكون الكرة ثابتة بنفس الطريقة ليفعل الرجاء؟ التعادل كان قريبا. صراع تكتيكي كبير جدا بين الفريقين، ولكن هناك تنشيط دفاعي وتنشيط هجومي بنسبة أقل. عموما سنتابع ما تبقى من دقائق هذا الشوط الأول، ودائما التقدم للوداد خطير. تسديدة قذيفة رجاوية كادت أن تمنح هدف التعادل في هذه الأثناء. بالفعل الرجاء أصر على العودة إلى المغرب من أجل رؤية عائلتي، خاصة وأن والدة عبد الحق أيت العريف طبعا تعاني من المرض. هذه خطيرة، خطيرة جدا وركنية فعلا. عبد الحق أيت العريف أصر على العودة لأن تليد نعمة موجودة يا إبراهيم، موجودة يا إبراهيم، وبالتالي ركلة حرة جانبية. هل يستفيد منها نادي الرجاء الرياضي؟ يستشعر الخطورة الحارس زوير العروبي. إذا هنا يا ميك كالعادة، بدر بنون كالعادة، كلاهما داخل منطقة الجسر. منسي يتكلف بتنفيذ هذه الركلة الجانبية الرجاوية في هذه اللحظات. هل يرد بالمثل الأخضر كما فعل الوداد بهدف اللاعب أمين عطوشي؟ إذا سنتابع هذه الكرة الجانبية لفائدة الأخضر. عبد الإله الحفيظي يسعد للتنفيذ. الحفيظي الدقيقة 64 يلتأتي بالجديد، حكيم يعطي الإشارة للتنفيذ. حفيظي يرفع في القائمة الثانية، خطيرة عطوشي. عطوشي مثلا سينال من أزوير الوصلية في الجهتي على يمنى. إذا سنتابع ركنية أخرى. الرجاء الأقرب، الرجاء الأقرب، بعيدة تماما عن مرمى أزوير. واحد هذا قليل، الكرة تستدعي أربعة لاعبين حتى خمسة لاعبين، لكن هنا ثلاثة، بن شرقي ووليد الكارتي وإبراهيم النقاش. تنفذ الكرة، الفكرة كانت ذكية جدا من عصام الراقي. بالفعل عصام الراقي، الكل اعتقد بأن الكرة ستسدد بشكل مباشر. بدر بنون، بدر بنون هنا وجد ردة فعل من أزوير العروبي، وإن كان زوير تقديره لم يكن جيدا هنا في طريقة الخروج أمام المدافع الأوسط. بدي أناشم الكرة تذهب إلى الركنية ويدادية بعد لحظة ارتباك من الحارس أنس الزنيتي. هذه الإعادة، هذه الإعادة، تنفذ الركنية. أنس في المتابعة، أنس في المتابعة يا مخرج المباراة، ركز في اللعب، ركز في المباشر. الإعادات مهمة ولكن في توقيتها يا مخرج المباراة. جاءت لقطة سريعة وركنية سريعة. الزنيتي في المتابعة، أنور يشاكس هناك، يخرج لنصير، الحكم يصفر خطأ لفائدة الوداد البيضاوي. إذا ننتظر تنفيذ هذه الركلة الحرة. طبعا الديربي ليس اللقاء الوحيد اليوم بين من نشاهد مرة أخرى. الحداد، جميلة يا مرتضى، سماتش الكرة مرتضى بالرأس، والتموقع كان ممتاز لأناس الأزنيتي. طبعا بعد دقائق المدرب الجديد لفريق فارس البوغاز. مباراة مهمة جدا أيضا، فتح الرباطي وأولمبيك أسفي. هذه خطيرة، يوسف أنور، يوسف أنور يغطي عليه هنا أزوير العروبي على ما يبدو. وضعية تسلل في الكرة الماضية على اللاعب يوسف أنور، قلت منذ دخول هذا اللاعب. وطبعا هجوم الرجاوي تحرك نسبيا. ختام اليوم بمباراة الفتح الرباطي وأولمبيك أسفي. هذه الإعادة، هذه الإعادة، لحظة خروج الكرة. بالفعل يوسف أنور كان في وضعية تسلل، اللاعب السابق كما ذكرت لنادي الجيش الملكي. جبيرة ترجع لجبيرة مباشرة للخلف، تكتل ودادي بشكل ممتاز الآن في وسط الميدان. أمامية من طرف اللعب الحافظي، حافظي شوف وين رجع الحافظي، مرة كرة للجهة اليمنى. بوطيب يقوم بالمراوغة، بوطيب العبور، خطيرة، خطيرة. إيلير مومي كان قريب من هدف التعادل
بعد مجهود فردي رائع لعمار بوطيب. شوفنا بوطيب كان امامه ثلاث لاعبين ولكن رغم ذلك مرر الكره لو لمس الى المومي. لكن جدار اسمنتي وداري يقف امام تحركات القديوي وانور على الخصوص. عمليه ثنائيه والاختراق ممكن، الاختراق ممكن دائما خطيره. كانوا قريبين من هدف التعادل. بوطيب مرة من هنا، بوطيب مرة من هنا. شوف مرة أخرى لعادة هذه التمريرة ثم التسديد أبعد. ضع الهدف. الرجاء القريب من تعديل النتيجة في هذه اللحظات غير محدودة. الأخضر فيها تعديل، مراوغة ممتازة. الركنية، الركنية، لحظات عصيبة يمر من دفاع الوداد البيضاوي. هدف كان ممكن نشاهد هدف قاتل في هذه الأثناء لفائدة الفريق الأخضر. لم يكن محظوظ في هذه الكرة أمام السمات الودادية. تنفذ الركنية عصام الراقي. مرتدى فال. أنا ما أقول لكم فال، ملك الكرات الهوائية، دائما الحضور، دائما الارتقاء بشكل ممتاز. برج المراقبة لا يقوى عليه أحد. تبقى